قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي يقدم درس بعنوان المتغيرات والعمليات الحسابية الصف السادس. أهداف الدرس: الهدف الأول أن ينشئ لبنة المتغير ويضبط خصائصها من حيث التسمية ونوع البيانات والقيمة. الهدف الثاني أن ينقل قيمة من لبنة برمجية إلى أخرى باستخدام وصلة البيانات. أن يطور خوارزمية روبوت إجلاء السيارات المتصادمة ومخططها الانسيابي باستخدام المتغيرات. مصطلحات درس اليوم: المصطلح الأول variable متغير، المصطلح الثاني numeric عددي، المصطلح الثالث text نصي string نصي. متطلبات درس اليوم: أولا عزيزي الطالب، لابد من أن يتوفر برنامج ليجو ميندستورم EV3. ثانيا، لابد من أن تفتح الكتاب المدرسي من صفحة 118 إلى صفحة 122. اذهب إلى محرك البحث جوجل ثم اكتب داونلود ليجو ميندستورم EV3 ثم اختر education.lego.com منزل إلى الأسفل ثم اختر داونلود. الآن يتم تحميل برنامج الليجو ميندستورم EV3. بعد تجهيز هذه المتطلبات نبدأ درسنا على بركة الله. شاهد هذا الفيديو ثم أجب عن الأسئلة الآتية: أولا، حدد عدد السيارات المتصادمة التي تم إجلاءها. ثانيا، أين سيتم تخزين عدد السيارات؟ لنشاهد الفيديو معا. روبوت إجلاء السيارات المتصادمة. الآن الروبوت سيجلي هذه السيارة الحمراء ثم سيجلي السيارة التي تليها. كم عدد السيارات التي تم إجلاؤها؟ أين تم حفظ عدد السيارات المتصادمة؟ تم حفظ عدد السيارات في قيمة متغير. ما هو المتغير؟ هو مكان في ذاكرة EV3 يمكنه تخزين قيمة معينة. لتخزين عدد السيارات نستخدم المتغير variable. هل له خصائص؟ نعم، خصائص المتغير هي اسم ونوع ووضع. لنطبق معا. أولا، لنفتح برنامج الليجو ميندستورم ثم نضيف لبنة المتغير ثم نحدد اسم المتغير ثم نضبط وضع المتغير ثم نحدد نوع المتغير ثم نعطي المتغير قيمة. لنطبق معا. لإضافة لبنة المتغير نذهب إلى اللون الأحمر Data Operation ثم نختار لبنة Variable. أول لبنة نضع اللبنة. لابد من تحديد اسم المتغير ABC12. اسم المتغير يمكن أن يكون حرفا واحدا أو كلمة أو عدة كلمات أو أي تسلسل من الحروف والأرقام. لإضافة اسم المتغير نذهب إلى هذا المكان Variable Name، نضغط Add Variable. اسم المتغير ABC12 ثم نضغط OK. تمت تسمية المتغير. الخطوة الثانية، وضع المتغير. للمتغير وضعان،
إما وضع الكتابة رايت بحيث يتيح لك تخزين قيمة في المتغير، أو وضع القراءة ريد بحيث يتيح لك استرجاع القيمة المخزنة. لتحديد وضع المتغير نضغط على هذا المكان، ثم نختار ريد قراءة رايت كتابة. تحديد نوع المتغير، يمكن أن يكون نوع المتغير تكست نصي، نيوميريك عددي، لوجيك منطقي، نيوميريك أري مصفوفة عددية، لوجيك أري مصفوفة منطقية. الآن لنحدد نوع المتغير الخاص بعدد السيارات وهو عددي نيوميريك. لنحدد قيمة المتغير، يتم تغيير قيمة المتغير من هذا المكان. القيمة الافتراضية للمتغير هي صفر. وصلت البيانات تمكننا من نقل قيمة من لبنة برمجية إلى لبنة برمجية أخرى. لنقل قيمة من هذه اللبنة إلى هذه اللبنة نستخدم وصلة البيانات. لنستخدم وصلة البيانات لنقل قيمة من هذه اللبنة إلى هذه اللبنة. عدد اللبنة، اسحب إلى أن توصل المكان الذي تريد نقل البيانات إليه، افلت. تطوير خوارزمية روبوت إجلاء السيارات المتصادمة ومخططها الانسيابي باستخدام المتغيرات. ما الفرق الموجود بين المراحل في الخوارزميتين؟ الفرق الأول، أضبط القيمة الأولية للمتغير إلى صفر. الفرق الثاني، أضف واحد إلى قيمة المتغير. الفرق الثالث، أعرض قيمة المتغير على الشاشة. لنرسم المخطط الانسيابي الخاص بهذه الخوارزمية. بداية الخوارزمية كيف ترسم؟ نعم، الخطوة الثانية، أضبط القيمة الأولية. الخطوة الثالثة، تحرك للأمام. الخطوة الرابعة، هل يوجد عائق على مسافة أقل من 15 سنتيمترا؟ إذا كانت الإجابة لا، اذهب إلى نهاية البرنامج، أي أنه لا يوجد سيارة متصادمة. إذا كانت الإجابة نعم، توقف عن الحركة، انتظر ثانيتين، حرك الذراع لفة دورة كاملة لإجلاء السيارة المتصادمة، انتظر ثانية، ثم أضف واحد إلى قيمة المتغير. أعرض قيمة المتغير، هل يوجد عائق على مسافة 255 سنتيمترا أو أقل؟ إذا كانت الإجابة نعم، ستكرر الخطوات مرة أخرى. إذا كانت الإجابة لا، نهاية المهمة. تأكد من فهمك للدرس من خلال حل التدريبات التالية. تدريب الأول، صل كل عبارة مع مكانها المخصص في لبنة المتغير variable. اسم المتغير أين سيتم توصيله؟ هنا أم هنا أم هنا؟ نعم، اسم المتغير. قيمة المتغير، هذه هي قيمة المتغير. نوع المتغير، من أين يتم تغيير نوع المتغير؟ نعم، من هنا يتم تغيير نوع ووضع المتغير. التدريب الثاني، ضع كل نوع من الأنواع التالية في مكانه المناسب،
اسم صاحب السيارة، هل هو منطقي، نصي أم عددي؟ نصي، إجابة صحيحة. عدد السيارات المتصادمة، هل هو منطقي أم عددي؟ عددي، إجابة صحيحة. التدريب الثالث والأخير، حدد ما إذا كانت العبارة التالية صواب أم خطأ. تستخدم وصلة البيانات لنقل قيمة من لبنة برمجية إلى لبنة أخرى، هل هي إجابة خاطئة أم صواب؟ نعم، تستخدم لبنة البيانات لنقل قيمة من لبنة إلى لبنة أخرى. إن شاء الله سنتعلم في الدرس القادم كيفية تنفيذ برمجة إجلاء السيارات. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. يتم تغيير قيمة المتغير من هذا المكان. القيمة الافتراضية للمتغير هي صفر، بحيث تزيد تلقائيا كلما تم إجلاء سيارة.